السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمحطة الثانية للسكك الحديدية لمدينة الأغواط، وهذه المحطة متخصصة في نقل البضائع. إذا وهذه هي الشكل ديالها المعماري، يختلف تماما عن المحطة نتاع المسافرين، حيث أنه في هذه المحطة الثانية كما نشاهد كان فيه مراعاة للطابع العمراني نتاع المنطقة، اللي نعرفه باللي من منطقة الأغواط تسخر بتراث عريق جدا، تراث حضاري إسلامي عربي فيه يعني تأثير كبير بالمعمار المشرقي في هذه المنطقة الأغواط. إذا هنا المحطة تبدو يعني مناسبة وجيدة لهذه البيئة. أترككم تتابعون بقية الفيديو، والسلام عليكم.